كشف عضو تحالف الفتح حنين القدو عن أن تشكيل الكتلة الأكبر تواجه ثلاثة تحديات كبيرة تتمثل بالضغوط الخارجية والداخلية والصراع على منصب رئيس الوزراء والخطوط الحمر بين محوري المنافسة، فيما أشار إلى أن وجود عمليات ابتزاز واستغلال من قبل الأطراف الكردية للحصول على تنازلات من القوى الشيعية، خاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 140 وعودة البشمركة للمناطق المتنازع عليها ونسبة الإقليم بالموازنة حسب قوله. وأوضح القدو أنه حتى اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي على مرشحي رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان.